ما حكم الصور التي على ملابس الأطفال؟ وما حكم لعب الأطفال المجسمة كالحيوانات؟ لا يجوز استعمال ما فيه صور، لا في الملابس ولا في الديكورات ولا في البروازات اللي تعلق، لا يجوز استعمال الصور. ولا لا تشري لعيالك أو أولادك، لا تشري لهم ملابس فيها صور، هذا حرام، لا يجوز لبس ما فيه صور لأن الصور محرمة. كذلك لا تشتري لأولادك صور مجسمة يلعبون فيها، تعودهم على الصور وتنشيهم على الصور، هذا أمر محرم، هذه تربية سيئة.